السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مشروعنا مشروع تحويل سوبر سفاري. وش الأشياء اللي تحتاجها والأسعار التقريبية؟ نبدأ في الوجهية. تحتاج في الوجهية الشمعات هذه المكحلة 2، تحتاج شبك، وتحتاج الكروم فقط، كروم لون دخاني. هذه الأشياء اللي تحتاجها في الوجهية. والأسعار يا طويل العمار، طقم الشمعات تقريبا 1200 أصلي، تجاري حول 600، أو تكحل شمعاتك القديمة. الشبك تقريبا حول 600، كروم الشمعات 90 90. طبعا أسعار تختلف ترى من محل لمحل. زين، انتهينا من الوجهية، نجي على الجنب. طبعا الأسعار تقريبية تختلف من محل محل، في غالي في أرخص على حسب توفرها. الجنب ما في شيء تغيره إلا أنك تركب الربلات اللي يجي لونها أسود. سوبر سفاري ربلاته تجي لونها أسود. المسكات الأبواب يجي لونها نفس لون الرفرف. المرايات تجي نفس لون الشبك، بس أنا حاطها أسود لمعة، ومع الوقت تبهتت وراحت لونها. انتهينا من الجنب، الآن نبجي عند الخط. خط السوبر سفاري مع كتابة الأبواب مع استيكر الشنطة. هذا الأسعار. خط السوبر سفاري مع حق الأبواب تقريبا 1000، ويجي منها نسخات درجة أولى، يجي عليك الطقم تقريبا 800، لكنها نسخة شبه أصلي. في الغراب يبيعون التجاري على 150، لك حرية الأسعار عاد. طبعا نجي عند الخلفية، إذا موترك أقل من 2017 يعني 16 وتحت، تحتاج اسطبات حقت الصدام واسطبات 2017. ترتيب الاسطبات يكون هذه لمبة ضباب، هذه لمبة ريوس، هنا فاضي، هنا لمبة ضباب فاضي، هنا تكون الإشارة والفرامل والفليشر، فرامل بعد اللمبة هنا، هذه ترتيبها. طبعا يا شباب الربلات سعرها الأصلي تقريبا 400 وعليها، الأصلي تجاري والله ما أدري بالضبط كم. وش بعد تحتاج؟ تحتاج رشة اللي هي السقف والرفارف. ميزانية الرشة تكون على حد القزازة من هنا الربلة وعلى بداية العكفة عشان تكون الميزانية مضبوطة. نجي في أصعب شيء الآن، بقول لكم بعد السنة غادي. طبعا مش بقالنا تسعيرة الأسطبات. أنا والله جتني هدية من صلاح المعيني، لكن تقريبا سعرها 1000 في الإمارات، هنا بالسعودية والله ما أدري بكم. الرش يكون تقريبا ميزانية الرش حق التندة من آخر الربلة من هنا متساوية عليها إلين بداية العكفة، هذه ميزانية رشة سقف. ومهم درجة اللون، رقم درجة اللون ما هم موجود في البليتة، يعني تشوف لك سوبر سفاري ويطبقون عليه اللون، انتبه تطبق على غطاء السبير حق الموديل 16 وتحت، لأنه مرة فاتح ويخرب أم شكل الموتر. عندك شيء ثاني، إذا أنت تقول والله موتري ما أبغى أرش سقفه ويصير كأنه مرشوش ويطيح من سعره، في رش مطاطي. وش نظام الرش المطاطي؟ الحين أعطيكم شرح عن الرش المطاطي. نظام الرش المطاطي بدون صنفرة للبوية بدون شيء، يمسكون البوية يرشون عليها مادة، بعد كم ساعة تتحول المادة هذه إلى جلاد، بعدين يرشون البوية فوق الجلاد، في حيث أنك في أي لحظة وقت تتفكها بكل سهولة بدون ما تأثر على البدي، ويعطون عليها ضمان 5 سنين. الرفارف مع الصدمات ما أنصح ترشها، ما أنصح مرة ترشها، لأن أي ضربة أي خدش أي تطعيس أي شيء يقرش عليك البوية الجلاد، فما أنصح فيها، مو بجلاد البوية المطاطية ذي. فأنصح ترش رسمي كامل للرفارف والصدمات، لكن السقف لا ترشه مطاطي إذا أنت ما تبغى